في تونس انتهى بيان صادر عن النقابة الوطنية للصحفيين إلى تحميل رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية. هذا البيان النقابي جاء بعد رصد العديد من القضايا والإجراءات بحق صحفيين وإعلاميين. البعض رأى وجاهة في هذه الإجراءات بمبرر التدابير الاستثنائية السارية في البلاد، وآخرون عارضوها وأبدوا التخوف من انصياق تونس إلى مرحلة تكميم الأفواه. لم تعد الحالة الاستثنائية في تونس تقتصر على تجميد البرلمان وانفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة، فبين سطور بيان نقابة الصحفيين التونسيين تم الإشارة إلى خطر ما يوصف بالتضييق وتكميم الأفواه، وتم تحميل سعيد مسؤولية مسار الحريات وضمان الحقوق، وهي مسؤوليات كان سعيد نفسه قد تعهد بعدم المس بها في البلاد. ووسط هذا المشهد المستجد لاحقت القرارات إحدى القنوات المقربة من حركة النهضة، فهيئة الاتصال المرئي والبصري التونسية حجزت معدات قناة الزيتونة لأنها تبث خارج إطار القانون منذ سنوات ولم تأخذ إجازة البث، وتلك أسباب يرفضها مسؤولو شبكة الزيتونة على اعتبار أن القانون لا يمنعهم من العمل. وبين ثنايا المشهد التونسي يوجد حالات أخرى بدأت تمس مبادئ دستورية بحسب قانونيين سعيد، وبين تمسكه بموقفه ودعم الشارع الواسع يدعو رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن إلى الإسراع بتشكيل فريقها الوزاري المرتقب أن يضم شخصيات غير حزبية سيعملون فوق جراح تحديات البلاد. إذن يبقى الأمر العالق فيما يدور في تونس هو أن الرئيس لم يعد يكترث للاستحقاقات الدستورية، خاصة وأن الحكومة المقبلة ستحصل على ثقة سعيد بدون ثقة أغلبية البرلمان، وهذا يشكل برأي المتأثرين بالقرارات الاستثنائية خطراً على المسار الديمقراطي، غير أن تلك القرارات لا تزال بعيون كثير من مؤيديها مساراً جديداً لإنقاذ الدولة. إذا أرحب بضيفتي عبر الهاتف من تونس الكاتبة الصحفية فاطمة كراي. أستاذة فاطمة أهلا بك. برأيك هل من شواهد أن تونس فعلا تمر بمرحلة انتكاسة أو يخشى من انتكاسة أو تراجع للحقوق والحريات وخاصة الصحفية والإعلامية؟ أستاذة فاطمة هل تسمعينني؟ ألو أستاذة فاطمة هل تسمعينني؟ أهلا بك، أنا معك أستاذ. طيب كنت سألتك. أنا سمعتك السؤال. تفضل. السؤال في الحقيقة هناك أحداث ليست لها علاقة ببعضها البعض، وهناك ما ورد في التصريحات وغيره وخاصة بيان نقابة الصحفيين فيه الكثير من الغموض وكذلك عدم استقامته مع منطوق هذه النقابة من قبل حول ثلاث قنوات تلفزية وراديو واحد. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تعمل بطريقة يعني كتف لكتف مع نقابة الصحفيين نجدهما اليوم في اختلاف حول قناة الزيتونة التي تعرف النقابة أن قناة الزيتونة وقناة نسمة وكذلك قناة حنبعل التلفزية لا تستجيب حسب منطوق الهيئة العليا للسمع البصري، هي لا تستجيب إلى كرة الشروط ويجب أن تغلق، وكانت عندها خطية مالية ب50,000 دينار ولكن لم تطبق هذه المسألة. ويقول نائب الرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يقول عندما اقتحموا بالأمس قناة الزيتونة، يقول أن ليس له علاقة بما وقع مع المذيع وكذلك النائب المجمد عندما يعتبران حسب القضاء العسكري أنهما آتيا شيئا مشينا لرئيس الجمهورية. يقول أيضا السيد السلوسي المسؤول عن الهيكة
في الهيكل يقول إن سألناه لماذا الآن تطبق الهيكل هذا الإجراء وتغلق هذه القناة؟ قال لأن عندما نستنجد بالشرطة بالأمن لا يخرج معنا، والقضاء أيضا كان يعطل اليوم في الإجراءات الاستثنائية، كل الملفات أصبحت مباحة إلى آخره. ولكن نقابة الصحفيين هي تعرف جيدا أنها في الماضي قالت أن هذه القنوات غير قانونية إلى آخره. لا ندري لماذا تغير الموقف الآن، لأن الأمرين بعيدين كل البعد. ولكن أريد أن أقول أنه رغم الإجراءات الاستثنائية فإن الإعلام كان مسيطرا عليه من قبل، وكانت قاب قوسين أو أدنى المجموعة الماسكة بالبرلمان وبالحكومة قاب قوسين أو أدنى أن تمرر قانونا زجريا ضد الصحفيين وضد، وكانت ستبيع أصلا كل الإعلام في تونس إلى الخارج وإلى اللوبيات. إذن طيب. هناك أمور غير واضحة وهناك أيضا تصريحات في الحقيقة وبيانات غير مفهومة. طيب أنت أستاذة فاطمة ككاتبة وصحفية وفي هذا الجو الإعلامي والصحفي، كيف تفسرين طبعا هذا التناقض وهذا الاختلافات؟ يعني هذه قناة منذ العام 2013 لم تحصل على ترخيص، كذكرت أيضا النسمة وهنا بعل، وهناك إذاعة أخرى، البعض يشكك في التوقيت والبعض يتساءل يعني إن كان هناك نقدا في هذه القناة ووقع ما بين لو سمحتي، كان هناك نقدا ما بين النائب في البرلمان المجمد والصحفي الإعلامي للرئيس سعيد، هل الأمر يتطلب أن يتدخل القضاء العسكري ليحاكم مدنيين على مسائل تتعلق بحرية التعبير، أم أن الأمر لا يصنف كذلك؟ أنا لا أستطيع أن أقول أن المحكمة العسكرية هي في وضع ديمقراطي ويمكن أن تساعد على الديمقراطية إلى آخره. أنا ضد المحكمة العسكرية في الأصل، ولكن المجموعة التي كانت تحكم هي التي أسست لهذه المحكمة وجعلتها كذلك. يعني هم الآن يعانون من شيء انقلب عليهم. ولكن دعني أقول سيدي، أنني كصحفية أيضا وكحقوقية أنا أقول أنني أخاف على حقوق الإنسان، أخاف على حرية التعبير، أخاف على الصحافة. ممن؟ نعم اليوم والأمس، لأن رئيس الجمهورية نعم عندما تكون السلطات بين يديه مهما يكون نزيها مهما يكون لا يستطيع أن لا يمس حرية الإعلام وغيرها، ويجب أن نكون بالمرصاد ويجب أن نناضل من أجل أن لا يكون ذلك وأن تنزاح هذه الفترة الاستثنائية. ولكن أريد أن أرجع إلى هذه، لماذا الآن تفتح الملفات؟ يا سيدي لم تفتح من قبل لأن الملفات كانت متراكمة وعلى في المحاكم وفي الشرطة وفي الأمن وغيره، هذا منطوق رئيس الجمهورية هو الذي قاله وقالوه نواب في المعارضة من قبل، لأن المنظومة التي كانت تحكم والأغلبية كانت تسيطر على الإعلام وتسيطر على وسائل الإعلام شراء وبيعا وكراء، وكذلك تسيطر على السلطة التنفيذية وتسيطر على أيضا القضاء، لأن رئيس الجمهورية قال ملفات عندها أكثر من 8 سنوات وهي راكدة ولا تتحرك. الآن لماذا تتحرك؟ لأن النيابة العمومية لم تعد بأيدي الذين كانوا يحكمون من قبل، لا أكثر ولا أقل. النقطة ونرجع للسطر، لا يعني هذا أننا نحبذ الإجراءات الاستثنائية أو نحبذ أن يمس الإعلام، ولكن نحن يا سيدي أريد أن أقول إن الإعلام في تونس والصحافة محكومتان بمرسومين في وضعية استثنائية كانت فيها تونس في 2011 لم تكن لها دستور، بينما المرسومين بقي واستمرأت هذه المجموعة أن تبقى المرسومين ولا يرتقي الأمر إلى قانون، لأنهم يريدون أن يسيطروا على الإعلام، وعندما قدموا مشروع قانون كانوا سيضربون في العمق
ومن جذوره كل حرية. طيب. نفس حرية. طيب. هذا فيما يتعلق أستاذة فاطمة، هذا فيما يتعلق بالجانب الخاص بقناة الزيتونة، وقد يتبعه بعد ذلك هنا بعل وكذلك نسبة وإذاعة أخرى. يقول أن هناك مفاوضات مع نسمة. نعم لكن أيضا هناك رواية أخرى، موضوع رواية أستاذ القانون الدستوري والناشط السياسي كذلك المعارض لقرارات الرئيس قيس سعيد وهو جوهر من مبارك بخصوص محاولة اقتحام منزله. يا سيدي هذه ألا تشكل أيضا يعني شاهدا أن ربما السلطة باتت لا تتسامح مع حرية الرأي وأن هناك تكميما للأفواه يندرج ذلك تحت ذلك، أم أنها حوادث فردية لا يمكن الاستدلال بها؟ والله يا سيدي لا هذه ولا تلك، ليست حادثة فردية ولكن ليست كما رويت من قبلهم. يا سيدي هؤلاء الناس عندما يتصرفون بهذه الطريقة بالفيك نيوز بالأشياء التي لم تقع والقصة ليست كذلك، هم الذين سيرجعون قيس سعيد دكتاتورا ويجعلونه دكتاتورا. كل ما في الأمر أن السيد بن مبارك هو كان له وعنده حماية فردية، حماية فردية من قبل الشرطة الأمن. كلمه الأمني قبل يوم وقال له متى ما هو برنامجك غدا هذا يحدث معه، قال له خاطبني بالهاتف صباحا. عندما خاطبه في الصباح ولم يجب وذهب إلى البيت وأطرق الباب ولم يجبه، طبعا هو رجع إلى أعرافه إلى من هو أعلى منه ووقعت عملية أنه من حيث أنهم خافوا عليه. وهذه القصة أقرب في الحقيقة. نعم. لأن مثل ما أنت هذه السادة فاطمة، هل هذه السادة فاطمة هذه نعم هذا الرد يا سيدة فاطمة، هذا الرد هو تحليلك الشخصي أم هي رواية الأمن التونسي؟ قلت إنها رواية الأمن التونسي وهي أقرب إلى الحقيقة. نعم. لأنه لم يكن هناك هجوم، والسيد بن مبارك عندما منذ خمسة أشهر سيدي كان قيس سعيد هو أحسن ديمقراطي. لماذا؟ لأنه كان وزيرا وعينه وزيرا مع قبل المشيشي مع فخفاخ. إذن لا نستطيع أن نقول في نفس الشخص مرتين في ظرف خمسة أشهر. هذا في الحقيقة ربما الآن اختلف الحال أستاذة فاطمة لدى الرئيس، هناك من يعارضه فيما يتعلق بقرارات 25 تموز. نعم. وكذلك 22 من سبتمبر، من حق الناس أن تكون لها آراء. ولهم ذلك. نعم. طيب فيما يتعلق بحرية التنقل والسفر وحجز بعض أعضاء برلمان المجمد، لا يندرج ذلك أيضا في إطار التضييق على الحريات أم هناك لديهم ملفات أخرى؟ يندرج نعم، وقد تكلمنا بعض الصحفيين أو مجموعة من الصحفيين وخاصة أيضا البرلمانيين وبعض الشخوص المعارضين الحقيقيين، وقالوا غير معقول أن تحشر في نفس الزاوية كل الشخوص وكل الشخصيات معناتها وكل النواب. وخرج الرئيس بالمناسبة وتكلم وقال من ليس له ملف قضائي فهو الطليق، إذن يسافر متى يريد وليس هناك إلا انطلاقا من ملفات قضائية. والآن سيدي ستفتح الملفات القضائية. نعم. التي نعرفها والتي لم تفتح من قبل، لأن التنفيذ السلطة التنفيذية كانت بيد الأغلبية. نعم. البرلمانية، والأغلبية البرلمانية كانت هي التي تتحكم في السلطة التنفيذية كما تعرفون. أشكرك من تونس الكاتبة الصحفية فاطمة كرا، شكرا جزيلا لك.